الحمد لله الذي استبطأ خشوع قلوب عباده المؤمنين لذكره ولما أنزله من الحق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خشوعا يصدقه العمل ويسلم به صاحبه من أن يكون مثل الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وتوعد سبحانه وتعالى أولئك الذين تقسو قلوبهم من ذكر الله فلا تلين قلوبهم لذكر الله فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وصلوات الله وسلامه على نبينا الذي أمره سبحانه وتعالى أن يبشر عباده المؤمنين الذين إذا سمعوا ذكره تعالى لانت قلوبهم فامتثلوا أمره سبحانه وتعالى واجتنبوا نهيه، فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى خالقكم ورازقكم يأمركم بالاستجابة له فيقول: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا أمركم الله تعالى بأن تستجيبوا له، أمركم الله تعالى أن تستجيبوا له في هاتين الآيتين. وقد ذكرنا لكم أكثر من مرة أن هذه الحياة التي يدعوكم ربكم لأن تستجيبوا لها حياة تتمثل فيها السعادة في الدنيا والسعادة في الأخرى، حياة تتمثل فيها السعادة في الدنيا والسعادة في الأخرى. وقد قرر أهل العلم على ضوء هذه الآية أن مقاصد شريعة الإسلام ثلاث: الأولى، المقصد الأول، درء المفاسد، المقصد الثاني، جلب المصالح، المقصد الثالث، الاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. على ضوء هذه الآية، على ضوء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قرر أهل العلم على ضوء هذه الآية أن مقاصد شريعة الإسلام ثلاث: المقصد الأول درء المفاسد، المقصد الثاني جلب المصالح، المقصد الثالث الاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. إذ من المعلوم ضرورة أنه إذا لم تدرأ المفسدة ولم تجلب المصلحة ولم يتصف بمكارم الأخلاق فلا حياة إلا حياة الشقاء. هذا من المسلم لدى جميع من يعقل أنه لا تتحقق حياة سعيدة تكون لصاحبها السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة إلا حياة
تحقق بها درء المفاسد وجلب المصالح والاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، هذا من المتفق عليه مما لا يكابر فيه أي مكابر. وانطلاقا من هذا، فيا عباد الله، إن واجبكم أولا أن تبتعدوا كل الابتعاد، وأن تحذروا كل الحذر من التخالف والتنازع العقيم الذي لا يدرأ مفسدة ولا يجلب مصلحة، بل هو على العكس يدرأ المصلحة ويجلب المفسدة. واجبكم أن تبتعدوا عن التخالف والتنازع العقيم الذي لا يدرأ مفسدة ولا يجلب مصلحة. ذلك التنازع الذي نهاكم الله تعالى عنه نهي تحريم، فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد ذكرنا لكم أكثر من مرة وبينا لكم أكثر من مرة أن الخلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خلاف واجب، خلاف حرام، خلاف جائز. الخلاف الواجب هو خلاف أهل الإيمان وأهل الطاعة لأهل الكفر والمعصية، فواجب على أهل الإيمان وأهل الطاعة أن يخالفوا أهل الكفر والمعصية في كفرهم ومعصيتهم، هذا مما لا خلاف فيه. هذا النوع من الخلاف قال فيه أهل العلم: إن سداه الإيمان ولحمته الحق. هذا الخلاف الواجب، أن يخالف أهل الإيمان وأهل الطاعة أهل الكفر والمعصية في كفرهم ومعصيتهم. الخلاف الحرام هو النوع الثاني، ذاك الخلاف الذي رافده والباعث إليه الغرض الشخصي والحظ النفسي. والله تعالى قد قال لنبيه داود، وهو من الأنبياء الذين أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال لنبيه داود كما أخبرنا به في محكم كتابنا ليشرع لنا، قال له: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا النهي نهي تحريم، وهو موجه إلى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الخلاف الحرام هو الخلاف الذي يمليه الغرض الشخصي والحظ النفسي. النوع الثالث من أنواع الخلاف، الخلاف الجائز، وهو الخلاف الاجتهادي في القضايا التي فيها مجال للاجتهاد. هذه القضايا التي فيها مجال للاجتهاد جائز أن يحصل فيها الخلاف بين المجتهدين، بشرط أن لا يتعدى ذلك الخلاف الاجتهادي حدوده الشرعية، فإذا تعدى حدوده الشرعية كان من الخلاف المحرم شرعا. قد بينا لكم هذه الأنواع الثلاث أنها ينقسم إليها الخلاف، بينا لكم ذلك أكثر من مرة. بينا لكم أن الخلاف الواجب هو خلاف أهل الإيمان لأهل الكفر، والخلاف الحرام هو الذي يمليه الغرض الشخصي والحظ النفسي، والخلاف الجائز الخلاف في القضايا الاجتهادية إذا لم يتعدى حدوده الشرعية، فإذا تعداها فهو خلاف محرم. فيا عباد الله، إذا تقرر لكم هذا وتبين لكم هذا، فأول واجب عليكم بعد ابتعادكم عن هذا الخلاف المحرم وحذركم منه كل الحذر، واجبكم بعد ذلك أنتم جميعا من قمتكم إلى قاعدتكم ومن قاعدتكم إلى قمتكم أن ترسموا خطة عمل فيما بينكم، خطة عمل تضمن لكم إن شاء الله تعالى درء المفسدة عن بلدكم وعن دينكم وجلب المصلحة لدينكم ووطنكم. واجبكم بعد أن تبتعدوا عن الخلاف المحرم شرعا أن ترسموا خطة عمل فيما بينكم وأن تتعاونوا عليها، خطة تضمن لكم إن شاء الله تعالى درء المفسدة عن دينكم ووطنكم.